عشان نعرف إيه اللي حصل في 9 سنوات في قطاع التعليم الأساسي. هنتابع هذا العرض. مهاراتك وإمكانياتك. تعال جمهورية مصر العربية، مصر العربية. تعال جمهورية مصر العربية. تعال جمهورية مصر العربية. تعال جمهورية مصر العربية. منظومة التعليم الأساسي هي أحد ركائز الأمن القومي لأي دولة، لأنها بتقوم بتأسيس النشء مش بس في العلوم الأساسية، ولكن في المهارات والأخلاق والرياضة وكل ما له شأن في التأثير على شخصية جيل قادر على استكمال مسيرة الدولة. وكان أحد أهم التحديات أمام الدولة المصرية منذ عام 2014 هو تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة التحديات الخاصة بذلك القطاع على مدار سنين طويلة عانى فيها هذا القطاع. بنية تحتية متهالكة للمدارس وكثافات عالية في الفصول وتطوير المناهج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب وغيرهم كتير. بدأت رحلة التطوير بشكل تدريجي يناسب التحديات الموجودة. بدأنا التطوير بالمناهج للمرحلة الأساسية بدءاً من عام 2018 والمرحلة رياضة الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية بإجمالي عدد 49 منهج دراسي. وبالتوازي مع ده تم تطوير نظم الاختبارات لتصبح إلكترونية بدءاً من عام 2019 بإجمالي 8,150,000 طالب. كما تم دعم المدارس المتميزة لمتوسط الدخل بعدد 2,257 مدرسة ما بين لغات ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل المصرية الدولية ومدارس تم إنشائها بالمشاركة مع القطاع الخاص ومدارس مصر اليابانية ومدارس رسمية دولية. كما تم تطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية منذ عام 2014 وحتى عام 2023 حيث تم تنفيذ 7,788 مشروع بإجمالي 120,077 فصل بتكلفة تقدر بـ40 مليار جنيه لتحتوي على 2,374 مشروع مدارس جديدة وتنفيذ توسعات 3,036 مشروع وإحلال لعدد 2,132 مدرسة. وكانت المحافظات الحدودية دائماً على خريطة التطوير حيث تم تنفيذ 420 فصل في محافظة شمال سيناء على سبيل المثال. أما على جانب التعليم الفني فقد زاد عدد الطلاب لـ 2.3 مليون طالب في 2023 بدلاً من 1.5 مليون طالب في 2014 بعدد 3,114 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية في 2023 بدلاً من 1,687 في عام 2014. كما تم إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد لضمان الارتقاء بمستوى التعليم المقدم للطلاب واعتماد منهجية الجدارات المهنية بنسبة تنفيذ 80% حتى هذا العام. وكانت هيئة التدريس على أولويات خطة التطوير حيث تم تأهيل وتدريب 70,000 معلم وتم التوسع في عقد الشراكات مع رجال الأعمال والهيئات الدولية. على جانب آخر تم تدريب 1,193,119 معلم وإداري، يشمل ذلك 843,490 معلم على رأس العمل حتى الآن. وتم التوسع في إنشاء مراكز الموهوبين لتصبح 165 مركز في 2023 بدلاً من 18 مركز في 2016 ومراكز لذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 15 مركز متخصص على مستوى الجمهورية. ولأن التغذية وبناء الطفل صحياً هي أهم أولوية للمنظومة فقد تم التوسع في دعم التغذية المدرسية لتشمل 13.3 مليون طالب. كما تم تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمدارس من حيث الشاشات الذكية 36,210 وشبكات الإنترنت فائق السرعة 2,476 ومعامل الحاسب الآلي 9,246 والتابلت 3,400,000. كما تم التوسع في التعاون مع المؤسسات الدولية والمشاركة في المسابقات الدولية ليحصد الطلاب أكثر من 15 جائزة عالمية بمشاركة أكثر من 100,000 طالب. ولم يكن محو الأمية غائباً عن خطة التطوير
حيث تم محو أمية أكثر من 5.3 مليون مواطن خلال 10 سنين.